حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المكلف بالملف الأمني ببلدية جنزور عبد السلام محمد وجود جهود تبذل على الصعيدين الرسمي والاجتماعي لاحتواء الأزمة في المنطقة بعد توقف الاشتباكات. عبد السلام أوضح في تصريح صحفي أن وفدا من مدينة ترهونة موجود الآن بمنطقة ورشفانة بالتزامن مع اجتماع بين مسؤولين من ورشفانة ومصراتة بخصوص الأحداث في المنطقة، مشيرا إلى أن موضوع فتح الطريق الساحلي غير مطروح على الطاولة، مؤكدا أن كل الجهود المبذولة تصب في اتجاه وقف الاعتداء على منطقة جنزور. في بني غازي أفاد مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة باندلاع اشتباكات بين عناصر المجلس وميليشيات حفتر بمحور البلاد. المصدر أضاف أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة ميليشيات الكرامة التقدم صوب تمركزات المجلس بمحور البلاد، موضحا أن محاولة التقدم تزامنت مع قصف بالمدفعية الثقيلة لمواقع المجلس بذات المحور. وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات الكرامة في الاشتباكات، مؤكدا انسحاب الأخيرة بعد فشلها في التقدم. هذا وقال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا إن قوات المجلس تمكنت السبت من صد محاولة لتقدم ميليشيات الكرامة بمحور الدار الأحمر جنوب مدينة درنا. المصدر أضاف أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت قد اندلعت عقب هذه المحاولة، مشيرا إلى أن قوات المجلس أصابت آلية عسكرية لميليشيات الكرامة دون تأكد من وقوع قتلى أو مصابين خلال الهجوم. أعلن مكتب الإعلام بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لكافة مستأجري عقارات الوقف التابعة لمكتب أوقاف صديتنا، أعلن عن تجميد جباية الوقف واعتبار كل صلاة القبض ملغاة من تاريخ 10 نوفمبر عام 2016. مكتب الإعلام أضاف في بيان له الاثنين أن تجميد جباية الوقف مستمرة إلى حين إشعار آخر، لافتا إلى أن التعامل مع المستأجرين لا يعتد به إلا عن طريق مكتب الهيئة بمدينة صديتنا الواقع بمدخل كلية الاقتصاد بالمدينة. كان هذا ختاما للموجز، إلى اللقاء.